السلام عليكم، راح نعطي لكم ويت كوبلر. هذا الاول كوبلر القبيح تاعي، الله يبارك ما شاء الله، طائر الحسون القسنطيني الاصيل. درك نزيد نعطيكم ولادو اغريسيف كيما هو. ها ولدو الاول، هذا 2015، الله يبارك ما شاء الله، عنده عام قبيح كي بابا. ها صوت وصوره، الله يبارك ما شاء الله، هذا تاع 2015. وكاين خوه ثاني درك نعطيو لكم قبيح كيما هذا، كثر على هذا. ها اغريسيف كيما بابا، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. هذا هو طائر الحسون، اللي ما عرفش طائر الحسون خوكم مرابي نعطيو لكم صوت وصوره، الله يبارك. ها هذا كوبلر، يكوبلي الكناري كوبلي المقنين، الله يبارك ما شاء الله. هذا كوبلر تاعي، هذا تاع 2013، الله يبارك ما شاء الله. هذا مدريسي نطلقو أو طلقتو في الجنان، ونعطي لكم لا فيديو تاعو كيما قاعدين تشوفو فيه صوت وصورة. هاو هنا قاعد يدور في العش، وهادي هي السلالة تاعي. اللي يشوف لا فيديو هذا يدعي لنا، خوكم مراد ما بخلكمش. هذا هو طائر الحسون القسنطيني الأصيل، الله يبارك. هذا تاع 2013 بيه بلا فمال تاعو. هذا كوبلر واحد اخر كرافاتي، الله يبارك ما شاء الله. هذا ثاني كوبلر، هذا ثاني كوبلي فوق يدي، الله يبارك. وهذا ثاني كوبلر، الله يبارك ما شاء الله. هادو ملين مدرسين، الله يبارك ما شاء الله. هذا ميلي عنده عام مهبول، الله يبارك ما شاء الله. هادي كيما قاعدين نشوفو فيها، هادي هي لافمال تاع تيمون، هادي هي الفمالة تاعو. وهادي الفمالة اللي كنتو تشوفو فيها مع الميلي، أي والدة. وهذا اعتيمون، نعتز به اكبر طائر عندي انايا. وهذه السلاله تاعي، هاو هنا مع لا فومال تاعو، وهذو كم ولادو. هاهم كاينين ثلاث طيارة، واحد زوج ثلاثة، الله يبارك. هاو الثالث هذا وانا نخرج، والرابع مازال. اللي يشوف لا فيديو هذا يدعي لنا، والسلام عليكم.